السلام عليكم ورحمة الله، أرحب بكم أعزائي الطلبة في محاضرة جديدة. طبعا اليوم يعني إحنا راح نشرح التمرين السادس، بس خلي أشرح لك الفكرة. التمرين السادس بس التمرين الرابع عفوا التمرين الرابع هو أيضا عبارة عن ربط ما بين الكلمات، ربط ما بين الجمل. إحنا عندنا جمل نربطهن بكونجكشنز، عندنا because وعندنا now as، نربط هذني التمارين. طبعا أني يعني عندي حلول، ولكن حقيقة هاي الحلول اللي عندي ما مضبوطة، يعني ما عندي بها ثقة، فلا أتأكد من عندها وأنزل لكم الحل بقناتنا على التليجرام، موجود بالوصف. تدخل قناة التليجرام إن شاء الله تلقى الحل، بس ما أوعدكم هسه حاليا، يعني اللي قاعد يشوف الفيديو هسه مو هسه راح أنشر الحلول، يعني بعد راح أتأخر لأنه إلا أشيكن. يعني نفس الحالة بالنسبة للتمرين الخامس، هنا عندنا أيضا أدوات وقايل لك أربطهن. وهذا التمرين يعني سهل حقيقة، حتى لو ما يعني حتى لو أنت بدون أي شيء تقدر تحله. I was glad to see you، أني فرحان بشوفتك. He asked me to stay the night، يعني قايل لك اربط لي لو ذات لو سات. مثلا يقول I was glad to see you to see me، يعني أنه مسرور بشوفتك. يعني مثلا that he asked me to stay the night، لذلك هو سألني. that أو so he asked me، إذن هي so ممكن تكون مناسبة، يعني السبب ليش هو سألني، لأنه so يعني هي بمعنى فإذا. إذن هو مسرور بشوفتي، فإذا هو لم يسألك، إذن هو لذلك. so معناها لذلك، أيضا بمعنى لذلك. لذلك هو طلب من عندك أن تبقى هاي الليلة تتعلل وياه. فالتمرين مجرد انه نرتب، وهذا التمرين ايضا راح اتاكد لك من الحل مالته وانزل لك اياه بقناتنا على التليجرام ان شاء الله. هذا بالنسبة للتمرين الخامس والتمرين الرابع. خلينا ننتقل للتمرين السادس ونبلش بالحل. طبعا انا وياكم الاستاذ محمد نجم النوفلي، اتمنى تشترك بالقناة وتنشر هذه الفيديوهات الى بقية الطلبة. التمرين السادس he went to the library to borrow the book. بداية خلينا نشوف التمرين السادس شنو فكرته. التمرين السادس قال لك leaving out the verb to want in which the case joining the pause of the sentences using the conjunctions given in the practice، يعني بالفراغات. when you have done so right. نعم، هنا طبعا عندنا كلمات، المطلوب من عندنا نستخدم حرف جر او ذات ربط مناسبه ورتب الجمله بهم. يعني احنا هذا الامثله، هذا الواجز اسئله، والحل ان شاء الله راح يكون بالملزمه. الجمله الاولى راح تصير he went to the library to borrow the book، بينما هي بالاصل he went to the library he want to borrow the book. يعني عباره he want راح تصير he went to the library to borrow the book. اذن التو هنا حذفنا he wanted. The student asked the teacher a question. He wanted to understand the exercise better. الحل راح يصير The student asked the teacher the question in order he could understand the exercise better. هذا هو الجملة، شوف شلون صار. إذن احنا he wanted to، هاي لازم تحذف. نفس الحالة التمرين الثالث، النقطة الثالثة عفوا، so that. إذن هو قايل لك بين قوسين ايش نحن راح نستخدم. بالنسبة الأربعة I went شوف طبعا ايش حاذفين بيها. رقم أربعة I wanted، إذن عبارة ال I wanted wanted راح تحذف ونخلي in order to حسب الأداة المناسبة، مثل ما تشوف هنا. طبعا نفس الحالة الفكرة، هذا بالنسبة أربعة، هاي خمسة، ستة، هذا الحل. يعني طلابنا الأعزاء، أني إن شاء الله شوفتك الحل، يعني شرحت لك الفكرة. يعني ما عندي وقت أجي أشرح لك نقطة نقطة صغيرة كبيرة، وحقيقة هواي رسائل قاعد تجيني، أستاذ الريد شرح المقالة، أستاذ الريد حل التمارين، فحقيقة يعني ما قدرت أعوفكم ولا قدرت أجل الموضوع. فبأسرع وقت إن شاء الله قدرت يعني أنزل لكم الحل مضبوط وبشكل بسيط. يعني كل اللي راح يسوي الفكرة مالت هذا التمرين، نحذف الهي الوانت ونخلي أداة الربط اللي موجودة عندنا
ونعيد صياغة الجملة. She turned the radio so her mother could hear. شوف إذن هاي إذن she wanted حذفناها خلينا her mother. رقم 10 I went to the shop I want to buy the watch. I want راح يصير I went to the shop to buy the watch. هذا الحل راح يصير نفس الحالة 11 12 13 14 و15 نفس الحالة. إن شاء الله استفادتوا يا رب من عنده، واني يعني هذا شو حل التمارين مبسط، إن شاء الله استفادتوا. أي سؤال أو استفسار إحنا حاضرين، هاي الملزمة أيضا ناشرينها قناتنا على التليجرام موجود بها الحلول. تقبلوا تحياتي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.